يعني انت رمز من رجال الموصل، استحق سيدي، ومنك اقتراح الضباط الموصل سيدي. ومن امكم بارك الله فيكم، وان شاء الله انا من الداعمين. الله يبارك فيك سيدي. ان شاء الله. تعالوا يا سيد القائد. هذا محمد اخوي. اليوم استقبلنا في قيادة شرطة نينوى نخبة من أبطال القوات الأمنية اللي قد ألفوا جروب تحت اسم استراحة المقاتلين. الحقيقة أنا من المشجعين لهذه الأعمال، لأن حسب ما وردني من عندهم حول هذا الجروب أنه سيقوم بأعمال كثيرة وبمتابعة الجرحى وعوائل الشهداء والكثير من المعوقات اللي قد تكون موجودة في عمل أفراد وأبطال القوات الأمنية. الحقيقة هذا الجروب بموافقات كاملة من كافة الجهات المعنية، أنا إن شاء الله من المؤيدين والمشجعين لهؤلاء الأبطال في سبيل العمل من أجل راحة ومستقبل المقاتلين في محافظة نينوى وفي جميع أنحاء العراق. الحقيقة الشيء المفرح أن هذا الجروب يضم كافة أطياف المجتمع الأمني، أقول كافة المقاتلين من الاتحادية والشرطة والمرور والجنسية والحدود وكافة المسميات الموجودة في وزارة الداخلية وكذلك الدفاع. إن شاء الله سيكون هذا فاتحة خير للعمل.